بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد عمار، خريج جامعة عين شمس 2007، وحاصل على الماجستير في الأشعة من جامعة عين شمس برضه في 2013، وحاصل على بورد ألماني فخر أسفل نزلوا بيه. محاضرتي النهاردة لإخواتي الجونيورز ريزيدنتس قبل ما يدخلوا الأنجيوغرافي، أو قبل ما يكون في روتيشن في الأنجيوغرافي، تعريف او نبذه مختصره عن الانترفينشن راديولوجي واللي بيحصل جواه، بحيث ان هو يستفيد من الروتيشن بتاعته في اسرع وقت. ديفينيشن يعني ايه انترفينشن راديولوجي؟ هو مينيمال انفيزيف بروسيدور، عن طريق ان بيكون في اكسس في فيسل او في اورجان under imaging guidance. imaging guidance ده ممكن يكون فلوروسكوبي، أو ممكن يكون ultrasound، ممكن يكون حتى MRI. سفين سيلدينجر راديولوجيست سويدي، هو مخترع طريقة السيلدينجر تكنيك، وبيعتبر هو الأب الروحي لل انترفينشن راديولوجي. اخترع الطريقة بتاعته سنة 1953، بعد ما بدأ التريننج بتاعه في الراديولوجي سنة 1950. لما بنتكلم على الراديولوجيكال انترفينشنز، عندنا تو جروبس كبار. أول حاجة النان فاسكولار. النان فاسكولار دي بيندرج تحتها البايوبسي والدرينج بين ثيرابي والتيومر ابليشنز. الجزء الثاني الكبير بتاعنا اللي هو الفاسكولار انترفينشنز. الفاسكولار انترفينشنز دي ممكن تكون ارتريال او فينس او ليمفاتيك، وده اهم جزء في محاضرتنا النهارده هنتكلم عنه، اللي هو الانجيوغرافي. يعني ايه انجيوغرافي؟ انجيوغرافي هو ايميجينج تكنيك بنستخدم فيها كونتراست ميديا to obtain images for vessels or organs. الكونتراست ميديا بتاعتنا دي ممكن تكون نورمال يود كونتراست ميديا، او في اوقات نادرة بنستخدم حاجة اللي هي السي او 2 انجيوغرافي. نرجع للسلندر تكنيك اللي هي اساس الانترفينشنال بروسيدور بتاعتنا. اول حاجه بنعمل بانكتشر عن طريق نيدل، بتكون حوالي 45 درجه. لما بنوصل للفيسل بنتاكد ان احنا جواه، بنعمل انترودكشن لجايد واير، وبعد كده بنشيل النادل نسحبها لبره، وعن طريق الجايد واير بنعمل انترودكشن لكاثيترز او شيث بتاعنا. Before we start an interventional procedure, we have a checklist. إيه هي التشيك ليست بتاعتنا؟ أول حاجة لازم نتأكد إن البروسيدور بتاعنا ده indicated، ومفيش أي contra indication، أو حتى مفيش أي another procedure ممكن يوصلنا لنفس النتيجة بتاعتنا. تاني تشيك ليست بتاعتنا هي اللاب. إحنا لازم نتشيك الكوابيليشن بروفايل بتاع العيان، نتشيك الكرياتينين وظائف الكلى والوظائف الغده الدرقيه اللي هو تي اس اتش. بعد كده رقم ثلاثه الميديكيشنز، نشوف العيان هل بياخد انتي كواجولانس، وهل محتاجين نوقفها. في بعض الانواع بنحتاج نوقفها 24 ساعه قبل الانترفينشن، في انواع بتحتاج 48 ساعه قبلها. بعد كده بنشوف هل العيان ده عنده هيستوري اوف الرجي. الالرجي دي ممكن تكون الرجي للكونتراست ميتال، او لللوكال اناتيتكس، او حتى للميديكيشنز اللي بنستخدمها في اوقات في اثناء الانترفينشن زي الهيبارين. اخر حاجه واللي بعتبرها اهم حاجه في الانترفينشن راديولوجي، وهو الكونسنت. العيان لازم يكون انفورمد كويس قبل الانترفينشن. بنقعد معاه بنعرفه ليه بنعمل الانترفينشن ده، الانديكيشن بتاعته، هل في بدايل مطروحه،
وبعدين بنعرفه الخطوات بتاعتنا اللي بتعمل في الانترفينشن، واهم حاجه طبعا لازم نعرفه الكومبليكيشنز المحتمله اللي ممكن تحصل من الانترفينشن بتاعنا ده، ولازم طبعا يوقع على الكونسنت في الاخر ان هو موافق على اجراء الانترفينشن. بعد كده جزء مهم في الكاثيتر لاب بتاعنا ان احنا الراديشن بروتكشن. الراديشن بروتكشن هو بيبقى عباره عن حمايه للدكتور وحمايه للبيشنت كمان، عن طريق على سبيل المثال الجلاس شيلد بيبقى ما بين العيان وما بين الدكتور. بالنسبه للدكتور بيكون لابس كل الأشياء الوقائية اللي ممكن يستخدمها زي الراديشن سيفتي كاب أو الجلاس بروتكشن جلاس، أو طبعا الأساس إن هو يلبس إبرون كبير، قطعتين أو قطعة واحدة سكيرت وفيست، وطبعا الثيرويد كولر كمان يستخدمها. بعد كده نيجي للخطوة اللي بعد كده اللي هو البيشنت بريباريشن. البيشنت بريباريشن أول حاجة بنعمل sterilization للأكسس بوينت بتاعتنا، سواء كنا هنخش فيمورال أو ريديال أو أي مكان تاني، وعلى أساس ده بنعمل بوزيشننج للعيان بتاعنا. وبعد كده بنشوف هل بنحتاج نستخدم لوكال أناسيتيك، ده بنستخدمه في معظم الأحوال، وفي أحوال تانية نضطر أو بيبقى محتاج العيان إن احنا نستخدم جنرال أنستيزيا. ده شكل الستيرايل تيبل بتاعتنا في الانجيوغرافي. واخر حاجه اللي هي بتبقى بدايه الانترفينشن نفسه اللي هو البانكشر، ده شكل التيش مره تانيه. و بدايه البانكشر الكلاسيكال ريكومندد في معظم الليتشر اليومين دول ان احنا نعمل بانكشر اندر الترا ساوند، علشان نقلل فرص الكومبليكيشن ونسرع في البانكشر نفسه، ما ناخدش فيه فتره طويله في بدايه الانترفنشن. نيجي بعد كده لاهم جزء في محاضره النهارده اللي هو الماتيريال. الماتيريال اللي بنستخدمها في الانترفنشنز بتاعتنا في الانجيوغرافي بالذات، اول حاجه في الانترفنشن او اول حاجه في الماتيريال بتاعتنا هي النيدلز. النيدلز بتتقاس بالجيج، وكل ما يكون الجيج قليل كل ما تكون النيدل بتاعتنا كبيرة. على سبيل المثال 16 جيج هي أكبر نيدل عندنا هنا، وال 25 جيج هي النيدل الصغيرة. عندنا التشيبا نيدل 22 جيج. في تقسيمة تانية للنيدلز اللي هي سنجل وول او تروكر نيدل. السنجل وول ودي هي الموست كومن نستخدمها، بيكونش فيها انر بارت نشيله، لكن في التروكر بيبقى عندنا تو بارتس، اوتر كانيولا وريموفبل انر شارب تروكر نيدل. فاريشن من البنكشر سيت اللي عندنا هو المايكرو بنكشر سيت، وده بنستخدمه في اماكن معينه. على سبيل المثال لو هندخل ريجيال او بريكيال حتى كمان. ايه المميز او ايه الفرق في المايكرو بنكشر سيت والستاندرد سيت؟ اول حاجه عندنا المايكرو بنكشر نيدل بتكون 21 جيج، لكن في الستاندرد تكون 18. الواير بتاعنا الجايد واير بتاعنا في الميكرو بانشر سيت بيكون حوالي 18 انش، لكن في النورمال ستاندرد بتاعنا بيكون الجايد واير 35 انش. في المايكرو بانشر سيت بتاعنا بيكون عندنا مايكرو بانشر دايليتور. الدايليتور ده بنستخدمه علشان نوسع شويه مكان البانشر عشان نقدر نخش بعد كده بالشيث بتاعنا. الشيث بتاعنا هو ال بيمنتين الاكسس اثناء فتره الانترفينشن بتاعنا كله. بيتقاس الديامتر بتاعه هو والكاثيترز بالفرنش. الفرنش اللي هو تقريبا تلت مليمتر، اللي هو بيساوي برضو 13% انش. بيتكون من تو بارس، اللي هو الدايليتور بيكون
جوه، وده بيتشال بعد ما بتخش جوه الفيسلز، وبقى شور ان احنا جوه الفيسل بنشيل الدايليتور ده، ومن عن طريق مكانه بندخل بقى كاثيترز والجايد وايرز كل حاجه. وهنا في عندنا سايد تيوب فيها ثري واي ستوب، ممكن نحقن الكونتراست ميديا، وممكن كمان نحقن السلاين نعمل فلاش في اثناء البروسيدور. دي انواع مختلفه من الشيث عندنا، ممكن تكون ستريت وممكن تكون كيرفت كمان. ده شورت وده لونج. الاحمر هنا هو 4F، والابيض 5F، والاخضر 6F. بعد كده نتكلم عن الوايرز، وهو الحاجه اللي بنستخدمها علشان جايدنس لينا، علشان عن طريقه بنعمل انتروداكشن للكاثيترز والبالونز والستنس اللي بنستخدمها بعد كده في اثناء الانترفنشن بتاعنا. الديامتر بتاع الواير بيتقاس بالانش، عشان كده عندنا بنتكلم بنقول ان احنا الوايرز عندنا 14 انش و18 و35 انش. الكومن يوزد وايرز بتتقسم بكذا طريقه على حسب طبيعتها، في على حسب الستيفنس بتاعها، هل ده ستيف ولا هل ده مثلا فليكسبل واير، هل عندنا وهل التيب بتاعته شكلها ايه ومختلفه ازاي، وهيدرو هل هو هيدروفيليك ولا نون هيدروفيليك. طبعا في الاساس هو المقاس بتاعه الدايمتر 18 14 و35. نتكلم بعد كده على الكاثيتر. الكاثيترز زي الشيت بتتقاس بالدايمتر بتاعها بالفرنش برضو. الكاثيترز انواع كتيره ومختلفه وشركات كتيره بتنتجها، في منها بيتقسم على حسب المقاس طبعا 4 او 5 او 3 فرنش مثلا، وبيتقسم على حسب شكلها واستخدامها والمكان اللي تستخدم فيه. دي انواع مختلفه، سبيل المثال دي مثلا نون سيلكتيف كاثيتر، ده نوع تاني برضه نان سيلكتيف كاثيتر اللي هو البيج تيل كاثيتر، ودي اشكال وفاريشنز مختلفه منه. برضه عندنا الجلايد كات برضه كاثيتر كومنلي يوزد شكلها كده، وهي مقفوله وبعد ما نفتحها هنا كده. سيمونز كاثيتر ده نوع كاثيتر موست كومنلي يوزد لو احنا هنعمل انجيوغرافي سيلياك ترانك او السوبر ميزنتريك. في سبيشال تايب من الكاثيترز اللي هي بتستخدم لاغراض مختلفه، على سبيل المثال اول واحده عندنا هي المايكرو كاثيتر. المايكرو كاثيتر هي بتستخدم عشان تعمل ديليفري كاثيتر، بتعمل ديليفري للكويلز او الامبوليزيشن ماتيريال او بيز او وكده، بتبقى حوالي 3 فرنش علشان تقدر تفيت انسايد 5 فرنش كاثيتر. هنا زي ما احنا شايفين دي المايكرو كاثيتر، جوه جايدنس كاثيتر بتكون 5 او 6 او 6 ونص كاثيتر. النوع الثاني من السبيشال كاثيترز هي المالتي هولد انفيوجن كاثيتر، ودي تستخدم غالبا في الثرومبوليسز لما بيكون عندنا ثرومبوزز. نيجي بعد كده للبالونز. الفكره العامه في البالون ان هي بعد ما بيكون عندنا ستينوتيك سيجمنت، بعد ما بنوصل له بنعدي بالجايد واير بندخل البالون بتاعتنا، بعد كده بنعمل لها اكسبانشن او انفليشن علشان تعمل وايدنج للارتري، وده بيحصل هنا كومبريشن للبليك نفسها، وبالتالي بتوسع الفيسل بتاعنا، وده كروس سيكشن عندنا هنا للفيسل قبل وده بعد البالون دايلاتيشن. البالونز بتتقسم على حسب تركيبها والستركشر بتاعها لاثنين نوعين كبار، عندنا اللي هو الاوفر ذا واير بالون، ودي بيكون فيها اثنين انفليشن بورد، اثنين بورس، واحد الانفليشن ديفايس واحد بيكون الجايد واير. والنوع الثاني اللي هو الرابيد اكسشينج بالون اللي هي المونوريل بالون، بيكون فيها
بورت واحد بس ده اللي بيستخدم عشان الانفليشن بورت، وبيكون فيها سايد هول جانبي بنقدر ندخل منه الجايد واير، وده شكلها، ده شكل ده الهاي بريشر انفليتور في الاوفر ذا واير بالون بيخش في البورت ده، والبورت الثاني بيخش منه عادي الواير بتاعه. لكن في المونوريل زي ما قلنا الواير بيخش من سايد هول هنا في الشافت بتاع البالون. بعد كده نيجي لسبيشال تايب من البالونز بتاعتنا اللي هو الدراج كوتد بالونز، ودي بتبقى عباره عن دراج بيكون كوتد للبالون بتاعتنا، وبالتالي بتبقى ماده معينه على سبيل المثال باكلي تاكسيل مثلا بتقلل الانتيمال بروليفريشن، وبالتالي بتقلل فرصه الريكارنس بتاع الستينوز بتاعنا، وده صوره توضيحيه تاني لنارو فيسل هنا. بعد كده بعد ما بنعمل الجايد واير بنعدي الستينوزز، بنعمل اول حاجه بريدايلاتيشن بنورمال بالون، بالون عاديه خالص مش كوتد باي دراج. بعد كده بنستخدم الدراج كوتد بالون بتاعتنا، وده الكود بتاع الدراج نفسه اللي بيبقى ناحيه الور وناحيه الانتما، وده بعد ما بنخرج البالون بتاعتنا بعد الدايلاتيشن بيفضل على الانتما زي ما قلنا علشان يقلل البروفليشن بتاعها ويقلل الريكرنس بتاع الستينوزز. نيجي بعد كده للستنس، الستنس اللي احنا بنستخدمها في الانترفينشنز بتاعتنا. في نوعين كبار، اول نوع اللي هو البالون اكسباندبل ستنس. البالون اكسباندبل ستنس هو نفس فكره البالون العاديه، ان احنا بن اوفر ذا واير بندخل البالون مع الستنت هنا، وهي هنا نون انفليتد، وبعد كده بعد ما بنعمل انفليشن للبالون بيحصل اكسبانشن للستنت جوه الفيسل، وبالتالي بعد ما بنخرج البالون بتفضل الستنت انفليتد وتحافظ على شكل الفيسلز، وبالتالي بتقلل برضه الريستينوس بتاعه. اما النوع الثاني الكبير اللي هو السيلف اكسباندنج ستنت، هنا مفيش بالون ولكن هنا بيحصل سيلف اكسبانشن للستنت نفسها، لان هي بتكون مضغوطه جوه الشيث بتاعها او الكفر بتاعها في الكاثيتر. اول ما بنوصل للمكان برضو اللي احنا عايزين نحط فيه الستنت بنبدا نسحب الكفر او الشيث بتاعها، وبالتالي بيحصل يعني سلو كده اكسبانشن ويحصل ريترايف للستنت بتاعتنا، وده بيكون شكلها النهائي بعد ما بنخرج الكاثيتر بتاعتها. سبيشال تايب من البالون من الستنت اسف بيستخدم في على سبيل المثال لما بيحصل مثلا بيرفريشن في الوول، بيحصل بيرفريشن، فهو ده الكفرد ستنت، ده بيكون عباره عن زي جرافت ستنت او كفرد ستنت جرافت. وزي ما قلنا في البالون اللي هي الدراج اليوتين ستنت، زي فكره البالون برضه كفرد والدراج بيكون في ميديكيشنز هنا. خلصنا الانترفينشن بتاعنا، خلصنا الانجيوغرافي، وخلاص بنسحب الواير بتاعنا وبنسحب كل حاجه، وهنبدا دلوقتي نسحب ايه الشيت بتاعنا. بس لازم عندنا مشكله كبيره، لازم نقفل البانشر اللي احنا عملناه. في طرق مختلفه للبانشر كلوجر، في الطريقه المانيوال وفي الطريقه السيمي مانيوال، حاجه اسمها الفيموستوب، وفي اجهزه تانيه كتير، شركات كتيرة بتستخدم طرق مختلفة في الكلوجر. ده على سبيل المثال المانوال كلوجر بتاعنا، نضغط عادي خالص في مكان البانكشر. الفكرة بتاعته إن إحنا بنضغط أجينست بوني مارك علشان يحصل هيموستيزس ويتقفل كده. ده على سبيل المثال أنجيو سيل، ده عبارة عن ديفايس كده بيكون في آخره أنكر وكولاجين، بيعمل بيقفل البنكشر اريا بتاعتنا. نوع تاني مختلف في فكرته اللي هو اسمه المينكس جريب. المينكس جريب ده فكرته هو بيكون فيه برضه في الاخر هنا في كولاجين ماتيريال، ولكن بيكون فيه اكسترا بالون هنا صغيره بتبقى في اليومن جوه اليومن بتاع الفيسل. لما بنخش جوه اليومن بتاع الفيسل بنعمل انفليشن للبالون ونقفلها من هنا،
ونستنى نسحبها لحد ما البالون توصل لحد الول هنا كده. وبعد كده بنتخرج الشيث اللي بيكون جواه الجلايكو بلاج اللي هي البي اي بلاج بتاعتهم دي، وبالتالي بيحصل ضغط للول من ناحيتين. وبعد دقيقتين بنشيل بنسحب الديفايس بتاعنا هنا، وبيفضل الكولاجين او البلاد، ويكون بدأ يحصل الهيموستيز وبيحصل الكلوجر في الفيسل بتاعنا. كده نكون انتهينا من الفحص بتاعنا، فحص الانجيوغرافي، وخلصناه وقفلنا الكلوجر. اشكركم جدا لحسن المتابعه والانتباه، ومنتظر أسئلتكم.